هونر 20 برو رسميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبد من ابتكار في هذه الحلقة هنتحدث عن هاتف هونر 20 برو والذي وصل إلى الأسواق العربية بشكل جدا متأخر ولكن أتى بمميزات رائدة ونبدأ مع الشاشة والشاشة تأتي ب مقاس ستة فاصل انش بدقة فول اتش دي وهتكون من نوع اي بي اس وهتستحوذ على الواجهة بنسبة واحد وعندك الكاميرا الامامية هتكون على شكل خرم وهتكون الكاميرا الامامية بدقة 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 كاميرا ممتازة اما بالنسبه للكاميرات الخلفيه عندك اربع كاميرات خلفيه الكاميرا الاولى هتكون 16 ميجا بكسل وهتكون فتحه عدسه 2.2 وهذه هتكون للتصوير العرض اما الكاميرا الثانيه هتكون الكاميرا الاساسيه وهتكون بدقه 48 ميجا بكسل وفتحه عدسه 1.4 وكده هتحصل على اداء ممتاز حتى في التصوير في الاضاءه الخافته والكاميرا الثالثه هتكون كاميرا الزوم وهي بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 وهذا شيء ممتاز والكاميرا الرابعه وهي كاميرا المايكرو والتي تستخدم لتصوير الاشياء الصغيره والتي هتكون بدقه 2 ميجا بكسل وفتحه عدسه 2.4 وكده هونر ختمت الكاميرات في هذا الهاتف اما بالنسبه للبطاريه فالبطاريه 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط تشحن البطارية 50% في نص ساعة وهذا شيء ممتاز أما بالنسبة للبصمة فعندك بصمة الإصبع هتكون مدمجة في نفس زر التشغيل وهتكون جدا سريعة وأسرع بصمة شفناها على هاتف أما بالنسبة لبصمة الوجه فهتكون طبعا موجودة ولكن ليست بالكفاءة المطلوبة وعندك نظام التشغيل هيكون نظام الكيرن 980 بتقنية تصنيع 7 نانومتر وإضافة إلى ذلك عندك الجي بي يو تيربو 3.0 وكذا هتحصل على أعلى أداء مطلوب أكثر توفير للطاقة وهيكون الجوال سلس وكمان عندك الرام 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين هتكون 256 جيجا ولكن للأسف ما تقدر تركب كرت ذاكرة خارجي وكمان تقدر لكن تقدر تركب شريحتين في هذا الهاتف وكذا هذا الهاتف هيعطيك مميزات رائعة وتجربة ممتازة وكذا هونر قدمت لنا تحفة فنية في هذا العام وأعطتنا لونين جدا جميلين وهو اللون الأسود المتدرج واللون الأخضر المتدرج، والهاتف هيكون مصنوع من القزاز والأطراف من الألمنيوم وهذه أهم مميزات الهاتف، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعطونا لايك وسبسكرايب وشير، أنا سلطان العبدي مع السلامة.